واحد ليدونتيتي دونك باش فوالا باش اي دونك كون ال dans une façon de faire qui reste très différente et très appréciable. هذه المسابقة كترأسها السيدة شوميشا، وبالإضافة للمسابقة عندنا فضاء العرض اللي فيه لي كوبيراتيف ماروكان من جميع يعني لي ريجيون اللي غادي يعرضوا للناس وغادي يعني يبيعوا المنتوجات الشيء ديالهم سور بلاس. وهذا يعني لوبجيكتيف من هذا الشيء كامل هو انه نشجعوا الباتريمون كولينير ماروكان ديالنا. المتسابقه الاولى دي تكون عندها شيك ب 20000 درهم، وكنتمنوا اننا في هذه المسابقه انهم يتمكنوا ما يبقاوش غير هاويين، يقدروا يوليو محترفين علاش لا. صراحه حسيت بفرحه حيت لا بروميير فوا نحضر مع شوميشا في اون كومبيتيسيون اللي انا ديجا سبق ليا درت اون اوتر كومبيتيسيون في لو رونديفو غورمون اللي كان في جو بونس 2015. يعني انا تقريبا جاتني عاديه. كتجيك واحد الفرحه بانك لو بلا ديالك كان باغمي لو بلا ميور، والحمد لله حتى البنات اللي معايا كيستاهلوا. انا اللي كتعجبني انا في لاباتيسري كيعجبني ديما لاباتيسري كتكون فرونسيز، وبالنسبه لا كويزين تراديسيونيل ماروكان. بتي دابا المسابقه لونسات في فيسبوك، كنا كنقلبوا فيسبوك لقينا شوميشا لا بارطاجي، شاركت والحمد لله تعزلنا. واش كتحسي بانه راه الحمد لله كاينه في هذا الدومين كتصرجي كديري شي حاجه زوينه اللي تختاريتي على قبلها؟ Surtout par rapport à la course, c'est s'il y a deux ou trois personnes que je suis micro, parce qu'il est là. Le nom de la grande gagnante de cette compétition, et il s'agit de. فرحانه بزاف بزاف والله العظيم. كنشكر بزاف اللجنه، كنشكر مدام شوميشا، وكنشكر كل شيء ليكيب اللي خدموا معنا، وكنطلب منهم السماحه مساكن تعذبوا معنا حتى هما اليوم. وانا فرحانه بزاف، واحد الاحساس ما نقدرش نوصفه لك والله العظيم. والله صراحه شويه ماشي زعما بزاف، حيت انا اصلا داك النوع اللي ما كان يتقش راسه بزاف، ولكن الحمد لله يا ربي الحمد لله انا فرحانه بزاف والله العظيم. هما كلهم السيدات اللي شاركوا معنا في طياب بلادي كلهم كان المستوى ديالهم ممتاز، ولكن للاسف المسابقه دائما خاص كيكون فيها غير فائز واحد. اميمه اليوم كان المستوى ديالها اكثر من هائل. وحاجه واحده اخرى، هي جاي من تطوان، هي ما ساكناش هنا في الدار البيضاء، جات من تطوان وكانت من ضمن الفريق الثالث اللي شارك اليوم في الصباح في الاقصائيات ديال الصباح، ودازت هي اللي فازت وعاود شاركت في النهائيات اليوم في العشيه. ماشي سهله، اكثر من تقريبا 12 ساعه وهي واقفه. فمن جد كنحييها وكنحيي كاع السيدات اللي شاركوا معنا. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.